مرحبا، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن الاربعاء 3 اكتوبر. اليوم القمر مرافقنا من برج الميزان لليوم الثاني على التوالي، كلنا واقعين تحت تاثيرات هالكسوف الانيورال الحلقي يلي صار، او انتم اللي متابعيني بيعرفوا انه يوم الثلاثاء صار الكسوف تحديدا الساعه 10 الا ربع المساء توقيت بيروت. على كل يلي عم بيسمعني، لانه هذا الفيديو بيطلع الثلاثاء بالليل، ويلي بيقدر بالمناطق اللي المناطق يلي بيظهر فيها الكسوف بيشاهدوا الكسوف، يعني حتى انا بفيديو الكسوف حتى المسار يلي هو مش هون، هو بالقاره الامريكيه الوسطى والجنوبيه وابتداء من هاواي. على كل المهم، بالنسبه مش هذا الموضوع، الموضوع اليوم الابراج اليوميه. اليوم القمر موجود برج الميزان لليوم الثاني على التوالي، اجواء كثير حلوه بترافق اليوم مواليد الابراج الهوائيه بقوه مش بشوي، الامور عندهم بتتيسر خاصه عند مواليد برج الميزان. الابراج القويه تحديدا هي الميزان، بالرغم من الكسوف في عنا الجوزاء، عنا الدلو، وعنا مواليد برج الاسد، وايضا عنا مواليد برج القوس. فكيف بده يكون هذا اليوم لكل الابراج؟ بنبلش مع برج الحمل. مواليد برج الحمل، بعرف انه يوم متقلب، بعرف انه منكم كثير مبسوطين او مرتاحين بالاجواء، لكن هذا اليوم بيمرق وخلوه يمرق بسلام، من دون مشاكل، من دون مشاكسات، من دون دخول باي اخذ وعطاء، مش وقتها. المهم تحافظوا على طاقتكم وتبتعدوا عن اثاره اي طاقات سلبيه من حولكم من مشاكل او جدال، سوقوا على مهلكم، خاصه 27 اذار مارس. بنروح لبرج الثور، يوم معجوق، اليوم في كثير من الامور، في هيصه، في عجقه، في تنقلات، في زيارات، او في نوع من بروجرام اضافي انتم بتحطوه لحالكم بتزيدوه لحالكم، لانه بتكتشفوا انه لازم تتحركوا في شيء لازم تشتغلوا فيها او عليها، ومعكم كل الحق. لحقوا باشغالكم وخلصوا واسمعوا برجكم الاسبوعي لانه لازم تسمعوا. مواليد 18 ايار مايو، لازم تبتعد عن المشاكل، و بعتبر 19 ايار مايو الاكثر حظا. مواليد برج الجوزاء اكيد الجو عندهم ممتاز. ليش؟ لانه في عنا اكيد مثلثين من القمر ومن الشمس لبرجكم، وعنا المشتري ببرجكم، فالاجواء ممتازه ورائعه جدا. تتميز اليوم مواليد برج الجوزاء بالحظ الحلو وبالقوه النفسيه، الاراده القويه، والنجاح تقريبا بكل شيء عم تشتغلوا. يوم مزهر جيد جدا، خاصه عند 12 13 حزيران يونيو. بالنسبه لبرج السرطان، يوم متقلب لكن يوم بيقويكم من جوا، القمر والشمس اثنيناتهم بمربع مع برجكم كسوف، بيلتقوا سوا هالقمر الجديد. القمر الجديد اجمالا بيعطي قوه خاصه لمواليد برج السرطان، فما تعتلوا هم، حتى لو حسيتوا انه في تقلبات نتفه مزاجيه سيطروا عليها، انتم بتقدروا. سوقوا على مهلكم مواليد 7 8 9 تموز يوليو. بالنسبه لبرج الاسد، اكيد في نشاط قوي، اكيد في حركه قويه، اكيد في تقدم كثير كبير وكثير سريع. هالقمر الجديد بعده عم بيساعدكم، بعده عم بيدفشكم الى الامام، وبعده عم بيخلق فرص مميزه لكم بحياتكم اليوميه، خاصه اللي فيها نشاط مثل الدرس، مثل التنقلات، مثل الكتابه، الامتحانات، السفر، كل هذه الامور بتتميزوا فيها. بالنسبه لبرج العذراء، مواليد برج العذراء، هالقمر الجديد تاثيراته حلوه عليكم، بتقويكم، تعطيكم نتفة معنويات، ما لازم تتأثروا بحركات الآخرين. أحيانا في بعض الأشخاص اللي بحبونا يمكن نيتهم حلوة، يمكن ما بنعرف، لكن بيلعبوا أعصابنا، فانتبهوا مواليد برج العذراء، ما تتأثروا بهذه الأمور، خليكم أقوياء. المهم أنتم تكونوا صحتكم منيحة، ماشي حالكم، وما تتأثروا بأي شيء. اليوم يمكن تعيشوا لحظة من هذه اللحظات. 7-8 أيلول سبتمبر، ما يا جبل ما يهزك ريح، شو ما صار كملوا بالطريق الصحيح. بالنسبة لبرج الميزان، يوم روعة، كأنه صفحة جديدة، كأنه عيد ميلاد لإلكم، كأنه تقدم وتغيير جذري مهم جدا. مواليد برج الميزان بعتبركم اليوم فعلا من الأبراج الأقوى حظا، القادرين على فعلا قيادة أمور ومسك زمام أمور، أشخاص، مجموعات، نشاطات، مسؤوليات، انتوا قد وقدود اليوم. مواليد برج الميزان مهمين جدا، 14-15 اكتوبر من الاكثر حظا. بالنسبه لبرج العقرب، يوم هادي ورايق، ما في تقدم مهم مثل ما انتم مفكرين، لكن في احتمال انه يكون في شويه
شعور بالانقباض او بشعور بالتعب او بالزهق، حاولوا انه هالامر الجديد ما ياثر عليكم، ما يلعب على معنوياتكم. الجو سوف يتغير يوم الخميس بعد الظهر، يوم الجمعة بعد الظهر، فكونوا منتبهين بعدوا عن المشاكل لوقتها لحتى ترجع شوي يمشي هذا القطار لحتى يرجع يمشي. كوكب الزهرة ببرجكم مواليد 3 4 5 نوفمبر فيها تكون الأكثر حظا. بنروح لبرج القوس. اليوم مواليد برج القوس تأثيرات هالقمر من برج الميزان وتأثيراته الحلوة، يعني التقاء وتقارب أو تراصف هالقمر والقمر الجديد ببرج الميزان. قمر جديد برج الميزان مع كسوف طبعا بيعطي قوة لإلكم، بيعطيكم قوة وجرأة، بيعطيكم نظرة أقوى للأمور، بيعطيكم جرأة في رؤية الأمور والمشاركة في بعض القصص. مش رح تتخبوا، مش رح تتراجعوا، ما رح تخافوا من أي مسألة علنية أو مسألة اجتماعية أو مشاركة كبيرة. معلش كملوا، إذا بدكم حابين إنكم تبتعدوا شوي عن الأضواء انطروا للجمعة بعد الظهر. 13-14 ديسمبر فيها تكون الأكثر حظاً. بالنسبة لبرج الجدي بعرف إنه هالتأثيرات شوي تقيلة عليكم، هالقمر الجديد، لكن ما معناتها إنه الجو صعب. بتقدروا تشتغلوا على كل شيء بدكم اياه بشكل كتير جيد وشكل كتير مميز وشكل إيجابي. هنالك رؤية قوية لإلكم في قرار ضمني داخلي انه انتم لازم تعملوا منيح ولازم يكون احسن من هيك. مش معناتها انه انتم مظلومين، لكن حابين انه تشتغلوا اكثر على حالكم. هذا هو القمر الجديد. 17-18 كانون الثاني يناير فيها تكون الاكثر حظا. بالنسبة لبرج الدلو يوم جيد جدا جدا جدا، قوة فلكية من القمر والشمس، القمر الجديد ومن المشتري، لذلك في عنا عند مواليد برج الدلو لعبة كتير حلوة، في جو كتير حلو بينخلق هالجو لحتى مولود ومولودة برج الدلو يتوفقوا بكل خطوة بكل كلمة حابين يشتغلوا عليها، فما تضيعوا هذه الفرصة. كلكم محظوظين خاصة 10 و11 شباط فبراير. بالنسبة لبرج الحوت مواليد برج الحوت، استغلوا طاقات هالقمر الجديد من برج الميزان يلي بيساعدكم لحتى تلتفتوا شمال ويمين وتشوفوا انه في حلول للاشياء اللي انتم حابين تشتغلوا فيها وبتلاقوها ورح بتلاقوها. اجواء جيدة طويلة، لكن جهودكم بتعطي او مجهودكم رح يعطي نتيجة بتكمل بتبلشوا فيه، واليومين الثلاثة المقبلين كان الجمعة كان السبت او حتى الاحد رح يعطيكم فرصة نجاح عالية. بنختم هلا، خلوني اختم مع مولود 2 ومع مولود 3 اكتوبر يلي هني واقعين تحت تاثيرات هالقمر الجديد وهيدا الكسوف، لكن القمر الجديد هو اللي ماشي معكم يلي رح يسمح لكم تفتحوا صفحه كثير مهمه وكثير كبيره بحياتكم. هيدي سنه مميزه، ما تخافوا منها، بعرف الكسوف معكم، لكن هذا معناتها بيقول لكم انه التجارب اللي رح تمرقوا فيها هي رح تهتموا بحالكم قبل مصلحتكم، لكن مش بانانيه، لحتى تفكروا بغيركم ولحتى تهتموا بكل الكونتريات والكونتراكس انتم داخلين فيها. سنه جديده ان شاء الله تكون موفقه لكم. الى اللقاء، باي باي.